شكرا يا فندم for the nice introduction. مرة أخرى بشكر الدكتور عماد بلح على إتاحة الفرصة إن أنال شرف التواجد بين زملائي في رابطة الجهاز الهضمي بدمياط. الحقيقة الليرنينج أوبجيكتيف من الكيس برزنتيشن دي هاو وات إز ذا راشونال أبروتش تو أ كيس أوف أسايتس. ف يعني ليت إن ذا أفتر نون اوف تيوزداي جون 7 2022 58 years old female was referred to me for an expert opinion regarding her unexplained ascites or her explained ascites that was developed shortly after a kick to her abdomen 1 month ago. يعني دي حاجه من وسط الدلتا. الست دي الحمار بتاعهم رفصها في بطنها من شهر بعدها developed ascites. ف few days after being kicked the patient developed a fever, vague abdominal pain, vomiting and progressive abdominal distension. The patient related 1 month history of medical treatment including loop diuretics, broad spectrum antibiotics, antibiotics and PPIs with no symptom relief. Moreover, she developed eventually developed respiratory distress that was only relieved by large volume paracentesis. What does this presentation suggest? لازم اسال نفسي القصه دي. What should I consider؟ اعمل ايه؟ الحقيقه البريفيوس ايمجنج ستاديز اللي كانت جايه مع الست كان الاتي: الالترا ساوند سكان الكونكلوجن بتاعه كان مايلد هيباتوميجالي تو سمول انترستيشال فايبرويدز ماركد توربيد فري انترابريتونيال فلويد فور كلينيكال كوريليشن اند فيرزر ايفالويشن. الراجل طبعا عمل اللي عليه، لكن زي ما انا قلت امبارح ان احنا وي شود شير ايدياز. لازم اكلم الراجل ده واقول له انت ليه ما علقتش على كذا وعلقت على كذا. طيب does this report فعلا miss something valuable in this patient؟ كان مهم جدا الحقيقه من وجهه نظري ان هو دي حاله rapidly developing ascites، كان لازم يعلق على الهيباتيك فينز لانها من ضمن اسباب هذه القصه. ف يعني الحكمه دي انا جايبها من مجله الاي جي اي برسبكتيف، بتقول if gastroenterologist، مش gastroenterologist بس، اي تخصص don't know what issues are of concern to them no one else will do that job for them. لازم ابقى اعرف ايه اللي انا محتاجه وما سيبش. طب what is next؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الراجل مشكورا عمل لها سيت سكان وكان الكونكلوجن بتاعه زي ما احنا كده شايفين كده. الحاجات القديمه تقريبا كلها زي ما هي enlarged fatty liver، والسكان الجديد بقى السكان لونج بيزس شو مايلد رايت بلورال افيوجن وبلورال سيكننج ومودريت اسايتس، وده كان موجود في الالترا ساوند، والشيتس ده الجديد اوف اومنتال كيكس لايكلي نيوبلاستيك فور بايوبسي كوريليشن وبرضه يوتراين فايبرويد زي الالترا ساوند ما قال. يعني هو ضاف حاجتين اثنين رايت بلورال افيوجن واومنتال كيك اومنتال سيكننج او اومنتال كيكس. طيب التعليق الحقيقه ما كان نفسي نعلق، بس احنا لازم هنصلي اكيد. ايه الخطوه اللي جايه؟ الراجل مشكورا برضو عمل لها اسيتيك فلويد اكزامينشن، انا شايف ان هو ماشي صح، وكان الريبورت بتاع الاسيتيك فلويد اكزامينشن السؤال ده از ات فور افري كيس؟ زي ما كنا بنتناقش امبارح والدكتور عبد الحميد سرواح قال ده لازم يتعمل في كل نيولي ديفلوبد اسايتس سبيشالي ان جنرال هوسبيتالز ان ايجيبت. لازم كل حاجه نيولي ديفلوبد اسايتس يتاخد منه سامبل وتتحلل. ليه؟ عشان نشوف حاجات كتيره جدا في القصه دي. ادي الريبورت اللي هو بتاع الاسيتيك فلويد اكزامينشن طالع الاي دي اي نورمال، الاميليز نورمال، والاي دي اتش الجلوكوز نورمال، الكوليسترول تقريبا نورمال، البروتين 6.5 جرام دي يعني حسنه مهمه جدا، معناها ان هو اكسيوديت ما هوش ترانسيوديت. واللي لمحته انا وركزت عليه ان الليمفوسايت زي ما حضراتكم شايفين 89%، فديت حاجه شابطه في راسي هنا بحطها اخزنها عشان استفيد منها في التشخيص. الراجل برضه عمل له
سيتولوجيك اكزامينيشن طلع انفلاماتوري سميرز وذ رياكتيف ميزوثيليال سيلز، وبيطلع في وسط الاسيتيك فلويد الحقيقه هايبربليزيا انهيموراجيك باك جراوند نيجاتيف فور مالجنت سيلز. طيب ده كلام جميل جدا لغايه دلوقتي. طب هل الريبورت اللي فات ده بتاع الاسيتيك فلويد يا هشام مس سمثينج فاليبل ان ذيس بيشنت؟ انا كنت اتمنى عليه من غير حضرتك ما تجاوب انه يعمل الاتي، خدت بالك الاتي اللي هو ايه؟ كان يعمل يا اخي ستند فيلم الساج الاول، الساج ده تو ليمت ذا ديفرنشال دياجنوز، از ات بورتال هايبرتنسيف اسايتس ولا نون بورتال هايبرتنسيف او بريتونيال ديزيز، ده مهم جدا. فالحقيقه هو ات ماست بي انكلودد، هو عمله وطلع 8 من 10 معناها ان هو نون بورتال هايبرتنسيف اسايتس. طيب الخطوه اللي بعد كده كنت اتمنى ان هو يعمل زين نيلسن ستين فور اسيد فاست باسل لاين، ولكن اللي يرد على كده بيستعيدوا عنه بالاي دي اي. لا هم لازم الاثنين مع بعض. للاسف ان زين نيلسن ستين الدياجنوستيك ييلد بتاعها 3% فقط. ليه؟ لانها بتحتاج الاف الباسل لاين عشان تطلع بوزيتيف. عكس الحاجه الثانيه اللي انا كنت تمنيت برضه ان هو يعملها كلتشر برضه فور اسيد فاست باسل لاين، دي مور سنسيتيف محتاجه 10 اورجانيزم بس عشان تطلع، ولكن الاوفر اول دياجنوستيك ييلد بتاعها برضه 35%. طيب انستيد الراجل اسكت فور اي دي اي اللي سيادتك اتكلمت عنه، ومش بس كده ده عمل تي بي دي ان اي باي بي سي ار ولكن للاسف طلع نيجاتيف. خدت بالك بوث وير نيجاتيف الاي دي اي والتي بي دي ان اي باي بي سي ار. بس حضرتك كده خدتنا بعيد عن الكيك اللي كانت في الاول، دي حلاوتها. يعني حضرتك عملت لنا ديستراكشن ناحيه الكيك. بص حضرتك والمانجي احنا لما بنيجي ندرس بنقول ايه يا ابني؟ ان الهيستوري مهم جدا لازم تشوفه كويس جدا. ليه؟ لانه هو بيوجهني which system I am confronted with، انما sometimes the history is misleading ملوش علاقه بالقصه خالص. قد يكون له علاقه بس مش بالدرجه ديت يعني. فالحقيقه تومور كونفيوز ذا ايشو حصل الاتي ان هو ريفيرد ذا بيشنت تو كانسر انستيتيوت ولكنه معذور. يعني لو احنا رجعنا باك والناس كانوا طيبين جدا خدوها وعملوا لها كارت متابعه في الكانسر انستيتيوت زي ما حضرتك شايف عشان موضوع الامنتال كيكس ده، ايوه الراجل ده معذور من هنا اهو. بص حضرتك كده بقول باك تو سي تي، الراجل كاتب ايه؟ يو ماي فايند ذا انسر اللي هي ان هو سكند امنتم وذ امنتال كيك. فهو قال لك بقى يعني ما كفايه عليا كده، انا روحي طلعت عملت كل حاجه، فراح محولها معهد الاورام. خدت بالك ازاي؟ ولكن بقى كمان حصل شيء من الفولكلور. طبعا حضرتك عارف كان في حد فلاح زي يعني واحده ست عيانه فبيروح يزوروها، خير يا اخي؟ ده اصل المايه محجوزه في بطنها. طيب ماشي وما بتنزلش، طب نوديها فين؟ نوديها حد بتاع مسالك هو اللي مسؤول عن المايه. ففعلا ريفيرد ذا كيس تو يورولوجيست، والحقيقه كان من حظي الكويس ان اليورولوجيست ده احد ابنائي الاستاذ دكتور عبد الناصر الجامسي. فالراجل مشكورا راح عايد الالترا ساوند فطلع نفس الكلام اللي في الالترا ساوند الاولاني، مايلد انلارجد فاتي ليفر سجستد مالتيبل يوتراين فايبرويد مودريت ديجري اوف فري ريلاتيفلي كلير انترابيرتيال فلويد. فقال لك اخد البتاع ده اهو وتروح لهشام ساعد في كفر الشيخ، بعتها لي انا يعني، خدت بالك؟ ف presentation review of systems and the physical examination البلس كان 78 الحركه 38 ارتيبر بيشر زي ما احنا شايفين النيك فينز كانت نورمال and you have to examine the neck veins and the heart in every case of ascites لان في عنوان في الكتاب اسمه cardiac ascites واللور لمبس ما كانش فيها اديما. طيب بعد كده الابدومينال اكزام هو ده اللي كان فيه الكلام الحلو، كان فيه مايلد هيباتوميجالي ده نمره 1 ونمره 2 ماسيف اسايتس ونمره 3 ان انا قعدت افكر لازم اسيب اللي في ايديا واهتم بعيانه زي دي، وايه الموضوع بالظبط؟ بقى عندي انا كمان شغف اعرف هو ايه القصه دي.
فديت لازم تكون العقيدة بتاعتنا. فعلا sometimes the easy way is not the right way، مش دايما الطريق السهل هو الطريق الصح. Therefore I conducted a further diagnostic work up to better clarify the uncertainties related to suspected diagnosis. عملنا اليو لاب ستادي زي ما احنا شايفين، يورين سي بي سي راندوم شوجر اي اس ار، وده من حقك انك تعمل ري ايفالويشن، هيجرى ايه السي ار بي ليفر بايوكيميكال تيست البروثرومبين الفايرال ماركر. فزي ما احنا شايفين اليورين تقريبا ما فيهوش حاجه، وبعدين السي بي سي كان فيها انيميا، وبعد كده الاي اس ار كانت ماركدلي اليفيتد 34 72، السي ار بي برضه كان ماركدلي اليفيتد، الراندوم بلاد شوجر نورمال. وبعد كده الليفر بايوكيميكال تيست كلها كانت نورمال، ايفن البروثرومبين تايم والفايرال ماركرز كانت نيجاتيف. يعني احنا بنقفل سكه كده ليفر ديزيز. الخطوه اللي جايه ان انا عملت تيومر ماركرز، البيتا سب يونت اوف هيومن كورينو جنادوتروفين والسي اي 125 والسي اي اي. البيتا سب يونت والسي اي اي طلعوا نيجاتيف، لكن السي اي 125 كان طلع ماركدلي اليفيتد زي ما حضرتك شايف كده. خدت بالك؟ طيب ده كلام جميل جدا هنعوزه بعد كده. All negative except CA 125 that was markedly elevated. طيب what should you consider now؟ برضه هقول هو انت بتفكر في ايه بالظبط يعني؟ بفكر في حاجه يعني قد تكون زي ما انا قلت sometimes the easy way is not the right way، وبالتالي انا خدت decision the last word ان انا اعمل diagnostic laparoscopy. والحقيقه الحكايه دي انا مشغول بيها من 2010 في مثل هذه الحالات. اللابروسكوبي اتعمل، هل احنا ماشيين صح؟ يمكن لو احنا مش ماشيين. يمكن يا باشا لو حضرتك عملت دوبلر على الهيباتيك فينز قبل ما ده، انا جاوبت على السؤال ده قبل كده، قلت الراجل بتاع الالترا ساوند ما بصش على الهيباتيك فين، مع ان دي حاله رابيدلي ديفلوبينج اسايتس والهيباتيك فينز مهمه جدا في القصه. ممكن نطلبها يعني لوحدها مش في السونار، يعني ساعات بطلبها زي ما انا قلت ومص شير اي لازم اكلمه اقول له انت ما بصيتليش على الهيباتيك فينز، والنبي بص لي عليها بصه ثانيه. وال 125 بيقلب في نون مالجننت اسايتس، لكن هو يعني يوديك الناحيه دي شويه، خدت بالك؟ تمشي مع الامنتال كيك يعني، خدت بالك؟ طيب يعني زي ما انا بقول احنا عملنا ادي الدياجنوستيك لابروسكوبي، ادي الاسايتس، ادي البرايتال بريتونيوم، ادي الفيسرال بريتونيوم، منظر جميل جدا. على فكره انا رحت حضرت الحاله ديت مع الاستاذ الدكتور جمال موسى اللي عمل الدياجنوستيك لابروسكوبي، وبان حاجات جميله جدا. يعني كانت لازم تبان زي ما انتم شايفين بدايه نوديولز في الايه في الفيسرال بريتونيوم، وهتبان اكثر كمان في البرايتال بريتونيوم على اليمين هناك اهي، وهيبان مناظر احلى من كده بكتير في البريتونيال كافيتي. وادي الاسيتيك فلويد اهو، هو هيجي بقى على الشمال كده يبان حاجه احلى من كده كمان. ادي الفيسرال مليان نوديولز والبرايتال برضه مليان نوديولز. الراجل خد لنا بايوبسيس من الاسيتيك فلويد من البرايتال بريتونيوم ده هو اللي باين من الفيسرال بريتونيوم، البرايتال بريتونيوم ومن الفيسرال بريتونيوم، راح قاطع الحته ده اللي نازله ده وجابها في الحته ده كلها وتحللهم، ونتائج الباثولوجي الحقيقه تقريبا حلت المشكله. بايوبسيس وير تيكن فروم الامنتم البريتونيال. مي اي هاف 2 مينتس كمان والنبي ربنا يكرمك على محمد شرف الغائب الحاضر. اتنين بالظبط بس خلاص. الباثولوجي سبورتد وات وي كلينيكالي سسبكتد. اول حاجه قال الليمفو ايبيثيليويد انفلاماتوري اسبريت هايلي سجستيف اوف تيبركلس بريتونايتس. مش بس كده، ده الامنتم كمان امنتال بايوبسي ويز اسيتيك فلويد نون كازييتنج تيبركلويد جرانيلوما في الامنتم. ده جميل جدا الحاجه، اصنك الكلام ده كافي جدا. هل انت لسه عندك شك؟ اعتقد ان ما عادش شك. الفاينل دياجنوز اس تي بي اسايتس، واحنا دلوقتي وات از ايديال مانجمنت. العيانه اتحطت على
انتي توبيركلوس دراجز ويز سمول دوز اوف ستيرويدز. لو حد عايز يسالني في الستيرويدز بعد ما اخلص اتكلم هي ليه مهمه في الحالات دي، ريفامبين واي ان اتش، وما عادوش موجودين الا في مراكز التي بي، مش موجوده في اي صيدليه. فور هاو لونج؟ فور 6 مانثس اور مور. وحصل ماركت امبروفمنت ريجاردنج الفيفر والفوميتنج والابدومينال بين والديستنشن والسايز اوف الابدومين يعني. والفولو اب ايمجنج ستادز بتعملت بعد 6 شهور الالترا ساوند نو اسايتس، دي كفايه خالص، دي كويت سفيشنت. و بتيك هوم مسج بس دي واحده والنبي. التيك هوم مسج او يعني وات وي هاف ليرند فروم ذيس كيس ان مش كل وي ماست نو الاول ذا فاليو اوف كيرفول ليسننج تو اور بيشنت اند كاتش اور كي ووردز فروم ذير ستوري رابيدلي ديفلوبينج اسايتس. ده عنوان مختلف خالص عن السلولي بروجريسيف اسايت. مش كل الالترا ساوند والسي تي ار الايك، بعضهم لاك امبورتنت داتا اللي هي الهيماتيك فينز اللي سال عنها هشام، خدت بالك؟ وبالتالي مش كل ورقه جايه لي من اي حته الزقها في اورط العيان واكتب له علاج بناء عليه، لازم اشوف تمشي معاه ولا لا.